يقع البحر الميت في أخفض نقطة على الأرض، ويشتهر بالسياحة العلاجية على مستوى السياحة العالمي، ده غير من إنه من أهم العناصر الاقتصادية في المنطقة. وعلى الرغم من كل ده، إلا إن في تنبؤات باختفاء البحر الميت خلال سنوات معدودة. أهلا بيكم في قناة مطلعون، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة. البحر الميت عبارة عن بحيرة مالحة مغلقة تقع على حدود الأردن وفلسطين، والمصدر الرئيسي لمياه البحر الميت هو نهر الأردن، وتقع الأردن على الشاطئ الشرقي للبحر الميت وفلسطين على الشاطئ الغربي. ولأن البحر الميت غير متصل بأي محيطات أو بحار، ونتيجة للتبخر الشديد للبحر الميت هنلاقي كميات كبيرة من الملح على الشاطئ، ونتيجة للتبخر الشديد كل يوم فبتزيد ملوحة البحر عن اليوم اللي قبله، بمعنى ان كثافة المية بتزيد لدرجة ان البحر الميت من اصعب البحار اللي ممكن يغرق فيه اي حد. وبكده نلاقي انك ممكن تقرأ كتاب وانت بتطفو على سطح البحر الميت بكل سهولة. ونتيجة لزيادة نسبة الاملاح في البحر الميت اللي بتزيد عن ملوحة المحيطات بتسع مرات، جعل استحالة الحياة المائية من اسماك او اعشاب مائية، ولهذا مطلق عليه البحر الميت. بس في الحقيقة البحر الميت لسه فيه الروح، بمعنى احنا نقدر نقول انه ميت اكليديكيا، لان العلماء اكتشفوا ان في بعض الطحالب بتعيش في قاع البحر الميت. وممكن نقول ان البحر الميت من اكثر الوجهات السياحية في العالم، لان الملوحة الزيادة لمياهه بتستخدم لعلاج الكثير من الامراض الجلدية. يعتبر البحر الميت اخفض نقطة على سطح البحر، لانه بينخفض عن مستوى سطح البحر ب 430 متر، ونتيجة لهذا الانخفاض بتزيد كمية الأكسجين عند البحر الميت، وده اللي بيخلي أصحاب الأمراض الصدرية بيشعروا بالفرق الكبير وبتحسن أثناء وجودهم عند البحر الميت. أما بالنسبة للقيمة الاقتصادية للبحر الميت، فبتقوم عليه الكثير من الصناعات زي صناعة الفوسفات والبوتاس والملح ومستحضرات التجميل. وطبعا زي ما قلنا إن البحر الميت بينخفض عند مستوى سطح البحر ب 430 متر، إلا أن هذا الانخفاض لم يكن بنفس النسبة في السابق، وهيفضل ينخفض البحر الميت عن مستوى سطح البحر في المستقبل لحد ما يندثر تماما ويختفي من خريطة الكرة الأرضية. البحر الميت عبارة عن حوضين، حوض في الشمال وحوض في الجنوب. يضم الحوض الشمالي ثلاثة أرباع مساحة البحر الميت، ويصل عمقه في الحوض الشمالي إلى حوالي 300 متر، أما الحوض الجنوبي فيصل عمق المياه هناك إلى أقل من 3 متر. ومع الوقت يتم تقسيم الحوض الجنوبي إلى أحواض لاستخراج الفوسفات والأملاح. ودلوقتي نقدر نقول إن البحر الميت أصبح يقتصر على الحوض الشمالي فقط. وطبعا نتيجة لانخفاض منسوب مياه البحر الميت باستمرار، خلف نتائج اقتصادية وبيئية سلبية شديدة. فالمنتجعات والشاليهات اللي كانت مبنية على البحر الميت مباشرة في فترة الثمانينات أصبحت بتبعد عن شاطئ البحر الميت بحوالي 2 كيلومتر، ده غير ظهور كمية من الحفر الضخمة اللي بيصل قدرها أحيانا ل 100 متر وعمقها في بعض الحفر إلى 50 متر، وده بيعرض حياة الكثير من الزوار للخطر. وبيبلغ عدد تلك الحفر حوالي أكثر من 4500 حفرة مختلفة من حيث الاتساع والعمق. ولو ما قدرناش نحافظ على ما تبقى من مياه البحر الميت، هتتبخر مياه البحر الميت تماما ويبقى اسم على مسمى. يبلغ متوسط عرض البحر الميت حوالي 15 كيلومتر، ومتوسط طوله حوالي 50 كيلومتر. كما بلغت مساحة البحر الميت عام 2010 حوالي 650 كيلومتر مربع، حيث تقلصت المساحة خلال الأربعين سنة الماضية بحوالي 35%. تسمية البحر الميت: في العهد القديم كان يسمى البحر الميت ببحر الملح والبحر الشرقي، وفي عهد سيد المسيح عيسى عليه السلام عرف ببحر الموت وبحر سدوم نسبة إلى قرية سدوم المجاورة، كما سمي بالبحيرة المنتنة لأن شواطئه ومياهه كان لها رائحة منتنة، كما سمي ببحيرة زغر نسبة إلى بلدة زغر، وسمي أيضا بحيرة لوط نسبة إلى نبي الله لوط وقومه عليه السلام. أما الإغريق فكانوا يطلقون عليه البحر الميت نسبة لعدم وجود أي حياة فيه. تبلغ المساحة الأصلية للبحر الميت
1000 كيلومتر مربع، إلا أنها تقلصت إلى 650 كيلومتر مربع خلال الأربع عقود الماضية. ويبعد البحر الميت عن القدس حوالي 24 كيلومتر إلى الشرق، وعن عمان حوالي 38 كيلومتر إلى الجنوب الغرب. مناخ البحر الميت: يتمتع البحر الميت بسماء مشمسة على مدار السنة، وتقل الأمطار جدا خلال العام، وتبلغ متوسط درجة الحرارة ما بين 32 إلى 39 درجة مئوية، وتنخفض نسبة الرطوبة لتكون حوالي 35% في معدلها. وحديثا فقد دلت الدراسات على وجود طبقة غنية بالأوزون فوق سطح البحر الميت تصل إلى ارتفاع 25 كيلومتر، ويقوم الأوزون بالإضافة إلى بخار الماء فوق البحر بعملية فلترة الأشعة فوق البنفسجية، وتعد نسبة الأكسجين الأعلى في العالم عند البحر الميت، وتصل نسبة الأكسجين إلى 36%، في حين أن النسبة العالمية لوجود الأكسجين في الهواء هي 26%. أيضا يتسم البحر الميت بارتفاع الضغط الجوي الذي يصل ما بين نسبة 796 إلى 799 مليمتر زئبقي، وبكده يعتبر الضغط الجوي عند البحر الميت الأعلى في العالم. ولإنقاذ البحر الميت من الجفاف قامت الأردن بالتعاون مع فلسطين والاحتلال الإسرائيلي بالتخطيط لمشروع قناة البحرين، من خلال شق قناة تربط بين البحر الميت وأحد البحار المفتوحة البحر الأحمر أو البحر المتوسط. ولكن عرض المشروع الكثير من المنظمات البيئية، حيث ذكرت أن ذلك سيؤدي إلى تدفق حوالي 2 مليار متر مكعب من مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، وهو ما سيترك آثارا سلبية بالغة الخطورة على ثروات البحر الأحمر مثل الشعاب المرجانية. أيضا سيغير ذلك من تركيبة البحر الميت المميزة. ارتبط البحر الميت دينيا بقصة سيدنا لوط وقومه، ونبي الله لوط عليه السلام هو ابن أخ لنبي الله إبراهيم عليه السلام، وقوم لوط هم من أصل عربي قحطاني سكنوا منطقة جنوب البحر الميت بعد الهجرة العربية الأولى التي خرجت من الجزيرة العربية، ووردت قصتهم 27 مرة في 14 سورة مختلفة. ولقد ورد ذكر البحر الميت في الإنجيل تحت اسم البحر الشرقي وبحر الغربة وبحر الملح، وقد وردت قصة سيدنا لوط في التوراة في عدة مواقع في سفر التكوين. عرف البحر الميت في الكثير من الحضارات السابقة، فكان الفراعنة أول من التفت إلى أهميته، وخاصة الملكة كليوباترا التي تعد أول من اكتشفت أهمية أملاحه العلاجية وخاصة الشفائية، كما كان حمام طين البحر الميت أحد وصفاتها الجمالية التي كانت تستخدمها. وبكده تخلص حلقتنا النهاردة، أشوفكم على خير الحلقة الجاية.